حكومة السيد الكاظمي لو على حكومة السيد على كل السودان. الحكومة لا يعني انت اليوم لا نحن نتحدث لا لا الواقع نحن نتحدث المزري. ان نتحدث عن الحكومات جيد انت السابقة يعني ما قدرت تستثمر في موضوع الشباب ما قدرت إن الواقع المزري طاقات الشباب الواقع في خدمة المزري الدولة. للشباب لا تتحمله حكومة السيد محمد الشاعر السوداني. لا لا نحن نتأمل ان حكومة السيد محمد وهذه الحكومة وحكومة تكون حكومة أبوية وتنفذ وتعيد الثقة بينه وبين الشباب يعني. وهو كذلك نعم. يعني هذا اليوم الحلقة موجهة إلى قسمين الواقع نعم. المزري اللي يعيشه الشباب الآن صحيح. واللي سببه حكومة السيد الكاظمي والحكومات واللي ما التفتت للشباب إلا بشيء واحد نعم. إلا بتهجيج الشارع والضغط السياسي هذا واحد. اثنين حكومة السيد الشيعة نعم. السوداني اليوم برنامجه الحكومي نعم. مثل ما تفضلتي يجب أن يحتوي هذه الشريحة يستفاد نعم. من قدراتها وخبراتها باتجاه خدمة البلد نعم. وخدمة هؤلاء الشباب نعم. لتحقيق مستقبل آمن وضامن لهؤلاء الشباب نعم. يمنعهم من الانخراط في التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والفوضوية نعم. البطالة ممكن نعرفها احنا أنا وياك أستاذ حسين وضيفك الكريم الآخر. البطالة تعني عدم التعيين بالدولة لو تعني أنه لا يعمل لا في القطاع الخاص ولا في القطاع المشترك نعم. هل فقط تنطبق على القطاع العام؟ إذا قلنا على القطاع العام وعلى الدولة توفير نعم. فرص عمل فالدولة عندها موازنة تشغيلية نعم. وعندها تعيينات سنوية على الموازنة استوعبت الغالبية الكبرى من الشباب بدليل إحنا اليوم عندنا 8 مليون موظف يستلم راتب من الدولة. خليني أناقشك شوية. أنا بس خلي أوصل أكمل نعم. الفكرة وناقشك براحتك. 8 مليون موظف في دولة مثل العراق بها 40 مليون نسبة كبيرة. التخطيط نعم. تقول نسبة البطالة بين الشباب نعم. في العراق بين 15 إلى 10% نعم. وهذه النسبة في كل دول العالم ليس في العراق فقط. نعم. هذا من باب التعيينات الحكومية وتعيين الشباب في القطاع العام. نجي للقطاع الخاص وكنا أنا أستاذ حسين نتكلم في الكواليس حول هذا الموضوع نعم. الشاب العراقي يرفض العمل في القطاع الخاص ليش؟ لأنه ما يؤدي دوره بشكل صحيح خش معالي ما يقبل نحكي الواقع ما يقبل يعني واحد ينطي يعني أمر المواطن والشعب وصفته بخش معالي لا وأنا مو هذا يعني لا لا باعي وبعد أقوى أتكلم ليش لأن أنا لازم أضع إيدي على الجرح ستيفا خلينا أنا ليش أشغل اللبناني والسوري نعم. وشغل نعم. البنغالي والهندي نعم. وشغل الأردني نعم. واترك العراقي نعم. لأن هذا يلتزم بساعات دوامه نعم. يلتزم بعقد العمل مع نعم. مع صاحب العمل إذا عندنا البطالة تقع في القطاع الخاص نعم. لعدة أسباب بس خليني أداخلك سيد المصري فبقى. تحدثت أنه العراقي خشمه عالي وهذه شيمة من حقه هذه شيمة عراقي وخشمه عالي ويتدلل وهو صاحب بلد نفطي وبلد خيرات هواية والفاسدين خلوا بجوبهم وطلعوا وطلعوا أولادهم لكن خليني أناقشك موضوع كلش مهم هاليوم إذا نتحدث عن البطالة مو المفروض الحكومات السابقة تضع استراتيجية عملية للحد من موضوع البطالة مو المفروض هاليوم أني ما أجي أحامل خشمك عالي ما تشتغل مثل البنغالي وما تشتغل مثل السوري ومثل اللبناني متى بتشتغل خليني أناقشك سيد البصري إذا هو محصل على شهادة الهندسة ومحصل على شهادات عليا بالبلد وما يقدر يحصل وظيفة ولا أنت جايب للاستثمار حتى يشتغل بالشركات تريد يشتغل عامل يعني بهذه الشهادات يعني واليوم هواية من شبابنا يشتغلون عمال وشغل العامل مو عيب لكن بيه. عنده اختصاص هو وشهادة تعب درس هذا حتى وصل أولا العمل مو عيب نعم. بأي شيء يعمل احنا قلنا بس أرجع بكلامك العراق يبقى خشمه عالي بالذات الشارع العراقي بس يبقى خشمه عالي بس يكون مو جيبه فارغ وين انت يشتغل يكسب انت كحكومة يكسب عرق يكسب قوته بعرق جبينه مو يريد ياخذ لي راتب ونايم نعم. لو صاير لي فضائي لو يلعب ببجي للصبح وما يقبل نعم. يشتغل مو نال المشكله عندنا هيك شباب لو ما عندنا هذا واقع لا حد ينكره نعم. لكن الحكومه لديها فرص عمل في القطاع العام امتلئت بالتعيينات نعم. تحاول ان تنظم اعداد الكبيره للخريجين سيد البصري الله يخليك العراق ما تخليني اكمل الفكره سيد